إلى تونس. ملفنا الثالث مشاهدين في هذه الحلقة، حيث أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا بتعيين نجلاء بودن بن رمضان رئيسا للوزراء لتصبح بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب تونسيا وعربيا. يأتي قرار سعيد بعد شهور المنصب لأكثر من شهرين عقب إقالة حكومة هشام المشيشي، وستكون محاربة الفساد أولوية لحكومة نجلاء بودن وفقا للإجراءات والقرارات الرئاسية الاستثنائية المتخذة. للمرة الأولى في تاريخ تونس تكلف امرأة بتشكيل الحكومة، نقطة مهمة يسجلها الرئيس قيس سعيد في مرمى معارضيه ويكسب بها مزيدا من التأييد الشعبي. نجلاء بودن بن رمضان مستشارة في وزارة التعليم العالي وأستاذة جامعية مختصة في الجيولوجيا، امرأة 63 عاما، منحها الرئيس تفويضا لتشكيل فريق وزاري في أسرع وقت يكون قادرا على مقاومة الفساد والقضاء على الفوضى وتلبية تطلعات المواطنين. لا بد من العمل بسرعة، ويكون الفريق الذي تتولينه إن شاء الله رئاسته متجانسا يعمل أولا على مقاومة الفساد، وهذه العملية الأساسية ومقدمة لكل عمل، ثم الاستجابة لمطالب التونسيين والتونسيات. ولئن تردد في الأسابيع الماضية أن الرئيس سعيد سيعين امرأة على رأس الحكومة، فإن لا أحد كان يتوقع اسم نجلاء بن رمضان التي لا تنتمي إلى أي حزب ولا تراكم تجربة سياسية، إلا أن كثيرين يعتبرون هذا التعيين قد قطع مع الممارسات السياسية السابقة. اليوم الدولة الوطنية عينت رئيسة حكومة كفاءة علمية بنت الدولة التونسية، هذا بالنسبة لنا على الأقل في حد ذاته خطوة إيجابية قطعت مع الفولكلور والتفاهة اللي سادت 10 سنوات. ورحب الشارع التونسي بتكليف امرأة بتشكيل الحكومة، مؤملا في أن تعول على الكفاءات الوطنية لتحقيق الأهداف المعلنة، وخاصة دعم القدرة الشرائية للمواطن وتطوير الاقتصاد. أنا نتمنى أن المرأة هذه مش تكون مرأة كفاءة وتحط وزراء كفاءات وتنقذ البلاد من الأسعار، خاطر البلاد بقبقت، وتحط ناس اللي يحبوا يخدموا البلاد هذه، خاطر البلاد هذه ترابها سخون، والشعب التونسي هيك تشوف فيه معناها عنده سوفل، معناها أخذت 5 و8 سنين و9 سنين هو صبر. ويرتقب أن تعلن رئيسة الحكومة المكلفة فريقها الوزاري في الأيام المقبلة، وستحافظ على عدد من الوزراء في الحكومة الحالية، وخاصة أولئك الذين كلفهم الرئيس مؤخرا ببعض الحقائب. بتكليفه امرأة بتشكيل الحكومة يكون الرئيس التونسي قيس سعيد قد كسب تأييدا شعبيا إضافيا، ولكن الأهم بالنسبة إلى المواطن التونسي أن تكون الحكومة المرتقبة في مستوى انتظاراته. خالد نجاح، الإخبارية، تونس. أهلا بكم للنقاش. انضم إلينا من تونس الكاتب والباحث السياسي دكتور منذر ثابت. دكتور منذر، ماذا يعني هذا التعيين وأي أثر له في أولا إيقاف الاحتجاجات والانتقادات الدولية للرئيس قيس سعيد بأنه هناك تأخير في العودة للدستور والأمور البرلمانية؟ أكيد قيس سعيد اليوم سجل نقطة مزدوجة، أولا في علاقة بسجل المرأة، في علاقة بالجبهة العلمانية الفرنكوفونية لنقول هذا بصراحة، القريبة من فرنسا ومن الدوائر الأوروبية، يرد بقوة من خلال تعيين السيدة نجلاء بودن امرأة، أول امرأة على رأس حكومة، يعني رسالة قوية أن المرأة لا تزال تحظى بعناية خاصة، أنها محل ثقة وأنها مؤهلة لقيادة البلاد في أعلى المناصب، بالتالي لا مجال للتشكيك في مقاصد ونوايا الرئيس في علاقة بالمرأة ومجالة الأحوال الشخصية وما شابه. الرسالة الثانية، هذه امرأة مستقلة من خارج مجال اللوبيات والأحزاب، وبالتالي هي لم تكن أصلا من الأسماء المتوقعة. عديد الأسماء من الوزراء السابقين طرحت يعني ضمن قائمات تداولتها شبكات التواصل الاجتماعي وحتى دوائر قريبة من الرئيس، كانت تتوقع تعيينات من شاكلة يعني وزير العدل الأسبق بن عيسى وما شابه، لكن يباغت الرئيس قيس سعيد الجميع بهذا التعيين. بالطبع هذا التعيين لا يغني
عن الملف السياسي، وبالتالي الأسئلة التي طرحت عدا المستوى الرمزي، مستوى رمزية أن تكون امرأة أو أول امرأة على رأس الحكومة، ما هو الملف الاقتصادي، ثم أيضا العلاقة بين السيدة نجلة بودن والملف الاقتصادي، وهو أهم الملفات التي تطرح على مائدة مجلس الوزراء في علاقة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي وإنعاش الاقتصاد، وهذا أمر في علاقة عضوية مع ملف مقاومة الفساد. طيب، حتى تتشكل هذه الحكومة وتأخذ وقتها لتعمل، هناك تشكيل تنسيقية للدفاع عن الديمقراطية من 4 أحزاب تونسية الآن، التيار الديمقراطي، التكتل الديمقراطي، أفاق تونس، والجمهوري، وبالتالي يريدون إنهاء التدابير الاستثنائية والعودة للحياة البرلمانية، ما تأثير ذلك؟ لا، هو في علاقة بالملف السياسي، الملف السياسي سيبقى حكر على الرئيس قيس سعيد، الرئيس قيس سعيد هو من يدير الملف السياسي. بالنسبة لرئيس الحكومة، مهامها الأولى أولا التركيز على مسألة الشفافية ومقاومة الفساد، ثم العمل على تحريك ملف التنمية والمفاوضات مع الجهات المقرضة، بالتالي في علاقة بحراك المجتمع المدني والأحزاب المعارضة، هذا أمر طبيعي متوقع، وهذا أمر يتصل في آخر الأمر بتقييم ما تم إنجازه. هل ثمة اتفاق أو ثمة موقف من المعارضة للعودة إلى ما قبل 25 جويلية؟ أعتقد أن جل مكونات هذه المعارضة كانت تنقد قيادة الإخوان للبلاد طيلة العشرية الأخيرة، وكانت تعتبر أيضا أن هذه العشرية كانت كارثية في المستوى الاقتصادي، في مستوى الاجتماعي، وأيضا سياسيا. بالتالي الآن الأمر يتعلق بإيجاد حد أدنى مشترك بين رئيس قيس سعيد وبين المعارضة حول الأجندة السياسية. هل يجب المرور إلى الجمهورية الثالثة، الذهاب إلى النظام الرئاسي، تغيير القانون الانتخابي؟ أعتقد أن هذا ممكن، يعني الوصول أو التوصل إلى صياغة برنامج حد أدنى توافقي، هذا أمر ممكن إذا ما سلمنا بأن كل الأطراف دون استثناء تقريبا، باستثناء حركة النهضة، باستثناء النهضة التي لا تزال تتشبث بالنظام البرلماني، جل الأحزاب السياسية تعتبر أن الذهاب إلى النظام الرئاسي هو من أوكد الواجبات للخروج من حالة من أوكد التشظي والتشرذم وعدم الاستقرار. سأعود إليك لنقاش نجلة بودن، إذن أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ تونس، فمن هي؟ دعونا نتعرف عليها في هذا التعرف. طيب دكتور، ماذا عن الاختيار مقاطعة الأحزاب التونسية؟ هذا انتقاد وجه للرئيس قيس سعيد أنه يتواصل مع الوفود الأجنبية في حين يغيب موضوع الأحزاب التونسية وهو يرفع شعار السيادة الوطنية. أكيد هو في المستوى السياسي، في مستوى التمشي العام، الرئيس قيس سعيد يراهن أكثر على الشارع، يعتبر أن الأحزاب السياسية والطبقة السياسية
وفق بالطبع مفهوم ديفيرجي، هي في آخر الأمر شكل من أشكال العصبية التي تمارس احتكار إدارة الشأن العام، والتي تجد نفسها تجريبيا في قطيع مع الشارع. هو يريد الذهاب إلى منطق المشروعية الداعمة للشرعية، وبالتالي هو لديه فلسفة مغايرة تماما. الأحزاب تواجه قيس سعيد، تتحرك، تدعو إلى التظاهر، وتظاهرت بالفعل، وهو يسجل هذه النقاط على أنها تأكيد لأننا الآن لسنا بصدد انقلاب، نحن بصدد عملية انتقالية ثانية، وأن هذه العملية لا تناقض المطلب الديمقراطي بأي شكل من الأشكال. إذن الحسم في العودة إلى صاحب السيادة في فلسفة قيس سعيد، وصاحب السيادة هو الشعب، والشعب يعبر عن إرادته لا من خلال عمليات صبر الآراء كما يقال، أو بل من خلال الاستفتاء ثم الانتخابات الحرة والاقتراع العام السري والمباشر. الإشكال في مستوى الخلاف بين الرئيس قيس سعيد والأحزاب وبين المعارضة هي شروط الحرية. هل أن الحرية تعني الذهاب إلى انتخابات دون أحزاب، أم الذهاب إلى انتخابات بمشاركة الأحزاب بحرية تامة؟ وهذا موضوع قد يكون مجال صراع بينهما، لكن قيس سعيد لم يصدر أي مرسوم معادل الأحزاب إلى حد الآن. شكرا جزيلا لك دكتور منذر ثابت، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من تونس. مشاهدينا نلتقي على رأس الساعة لنواصل في هنا الرياض، لا تذهبوا بعيدا.